بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميعادنا النهاردة مع الدرس 64 من دروس البي اتش بي. هنستكمل مع بعض موضوع البوكس لايبرري. خلصنا المحاضرة اللي فاتت الصفحة الخاصة بانسيرت. النهاردة ان شاء الله هنشتغل على صفحة الابديت. هروح على الملف اللي اسمه update دوت بي اتش بي. هروح على الكود بتاعي وداخل كود البي اتش بي هقول له مثلا روح اعمل لي ايكو لبي. ده التاج تاج اتش تي ام ال عادي. لو حبيت اروح اعمل سيلكت واقفل السيلكت، وما بين السيلكت والسيلكت هروح اعمل اوبشن، والاوبشن دي طبعا لازم اعملها كلوز، وليكن هنا الاوبشن دي هيكون الفاليو بتاعتها بواحد مثلا، والسيلكت هنا اديله اي نيم، نيم بي ايكوال مثلا عنوان الكتاب بوك تايتل. هعمل اوبشن هنا واعمل اوبشن تاني واعمل اوبشن تالت وهكذا. هكتب مثلا هنا بي اتش بي، وهكتب هنا جافا، وهنا مثلا ماي سيكوال. اروح اشغل الكود بتاعي هيطلع لي بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. لكن انا طبعا مش عايز اعمل كده، انا عايز اعمل الكلام ده ما يكونش يدوي، يكون اوتوماتيكلي عن طريق جمل ماي سيكوال. هلغي كل الكلام ده وابدا اشتغل بجمل ماي سيكوال. هعمل ايه في البداية؟ طبعا هروح اعمل كونكشن، هكونكت على قواعد البيانات كونكت تو ماي سيكوال، هكونكت على قاعدة البيانات اللي اسمها ماي سيكوال عن طريق الدالة اللي اسمها ريكواير او انكلود. هروح اعمل انكلود للصفحة اللي احنا عارفينها اللي موجودة في الفولدر اللي اسمه سب دايركتوري. الملف اسمه كونكشن دوت بي اتش بي. دي اول خطوة. الخطوة التانية هروح اعمل جمل سيكوال ستيتمنت، جملة سيكوال في المتغير اللي اسمه سيكوال زي ما اتعودنا. هروح اجيب كل البيانات، يبقى اقول له سيلكت اول. سيلكت اول منين؟ من الجدول اللي اسمه بوكس. تحب ترتب بياناتك مفيش مشكلة، قول له اوردر باي اي دي. يبقى ده كده اول جزء. بعد كده روح نفذ عن طريق ماي سيكوال كويري، روح نفذ الداله اللي اسمها ايه ماي سيكوال كويري، هتنفذ جمله السيكوال وخزن لي الكلام ده في متغير سميه كويري. لحد الان ما فيش اي مشكله خالص. انا روحت اشتغلت بالسيلكت وبعد كده نفذت جمله السيلكت عن طريق الداله اللي اسمها ماي سيكوال اندرسكور كويري. طيب ده بالنسبه للجزء بتاع الايه جلب البيانات. طب البيانات دي انا عايز احطها بقى في الايه في السيلكت اوبشن احنا اتفقنا عليها ديت. هروح اقول له ايكو وروح بقى اعمل لي فورم. الفورم دي هي اللي هحط فيها السيلكت اوبشن. الاكشن بتاعتها بتيكوال قيمه معينه، والميثود بتيكوال برضو قيمه معينه. الميثود معروفه بوست، الاكشن خليها نفس الصفحه update dot php. ده بالنسبة للجزء بتاع الفورم. تمام، لحد كده احنا خلصنا الفورم، خلصنا الاول سطر في الفورم يعني. طيب بعد كده تعمل ايه؟ روح ابدأ بقى قول له سيلكت. السيلكت دي هتديها نيم زي ما اتفقنا، تعالى نديها نيم. هيكون النيم بتاعه نسميه مثلا بوك تايتل، بس عايزين نحفظ الاسم ده عشان نشتغل بيه. طيب انا بعد كده عايز اكتب عناصر الاوبشن بتاعتي. هقول له اوبشن واروح افتح اوبشن واقفل طبعا الاوبشن بتاعي، واحط العناصر بتاعتي اللي انا عايزها. لكن مش هينفع اعمل الكلام ده. ليه؟ لان هعمل الكلام ده مش يدوي زي ما اتفقنا. هروح املى الاوبشن عن طريق جملة وايل.
احنا عندنا داله اسمها ماي سيكوال اندر سكور فيتش اندر سكور اسوسييتد او اي اس اس او سي. ما تنساش بس تقفل الايكو اللي فوق ديت عشان ما تعملش مشاكل. الداله ديت هتاخد بارامتر، البارامتر بتاعها اللي هو كويري. خزن الداله دي اصلا في متغير، وليكن المتغير ده سميه رو، يبقى رو بي ايكوال ماي سيكوال اندر سكور فيتش اندر سكور اي اس اس او اس او سي للكويري. هيروح يجيب لي كل عناصر كل عناصر الجدول الليست بوكس دوت ويحطها لي داخل مصفوفه، المصفى اسمها رو. فانا قلت له لو هنا قلت له رو اوف اي دي واروح اخزن الكلام دوت في متغير، وليكن متغير اسميه اي دي. بنفس الطريقه هاخد الكلام ده كده كوبي وبيست، لانه هيروح يلف على كل عناصر الجدول الاي دي والاي اس بي ان والاوسر والكاتيجوري والتايتل، وكمان فاضل لي كمان ايه البرايس. طبعا هخزن كل العناصر ديت في متغيرات، هنا البرايس وهنا التايتل وهنا الكاتيجوري وهنا الاوسر. مش عايزين بس نغلط، عايزين نشتغل واحده واحده عشان ممكن الخطأ هنا مش هيخلي الشغل بتاعي يظهر. يبقى عندي دولار ساين اي دي، المتغير اللي اسمه اي دي هيحوي العنصر بتاع المصفوفه، العنصر الاول هو الاي دي، بعد كده المتغير اللي اسمه اي اس بي ان هيحوي العنصر الثاني اللي هو الاي اس بي ان، وهكذا الاوسر والكاتيجوري والتايتل والاي والبرايس. طب احنا كده وقفنا لحد الجزء بتاع وايل. داخل بقى جمله وايل، بعد لما تجيب لي الحاجات دي، بعد لما تجيب لي الحاجات دي روح اعمل لي ايه، روح اعمل لي ايكو. هتحط ايه في الايكو ديت؟ اكيد انت عارف، هحط الايه الاوبشن، هحط الاوبشن. وما تنساش انك انت تقفل الاوبشن، احنا كل ده لسه داخل ايه، داخل التاج اللي اسمه سيلكت. وعلى فكره انا لسه ما قفلتش سيلكت، لسه لحد الان ما قفلتش سيلكت. طب الاوبشن ده هيكون ليه فاليو، لو عطيته الفاليو بتاعته كل مره هتدي الفاليو، مره بواحد مره باتنين مره بتلاته. طب ما انت عندك اصلا اللي يحل محل الكلام ده اللي هو الايه الاي دي، علشان خاطر الفاليو تكون متغيره، مره الفاليو بتاعت اول كتاب رقم واحد، الفاليو بتاعت تاني كتاب اللي هو كتاب رقم اتنين، وهكذا. علشان بعد كده لما اجي اشتغل بجمله الابديت هشتغل بناء على الاي دي دوت. اروح اقفل الاوبشن، وجوه ما بين الاتنين اوبشن طبعا احط فاليو، احط قيمه معينه. القيمه دي اللي هتظهر لمين؟ هتظهر للموظف اللي شغال عندي بيعمل ابديت للبيانات. طب انت عايز تعدل فيه زي ما انت عايز بقى، انا عايز اعدل المره دي، عايز اعدل في التايتل، يبقى هو ده اللي هيظهر عشان انت تعدل فيه، هو ده الجزء اللي هيظهر عشان انت تعدل فيه. عايز تقول له تايتل وتعمل سبيسز كده، تعمل مسافه وتقول له برايس، مفيش اي مشكله، يبقى الكتاب الفلاني اللي سعره كذا. ممكن تحط اقواس بالمنظر ده، ممكن تعمل مثلا ايكوالز او علامات زي كده علشان خاطر يعني يكون في مسافات ما بين التايتل وما بين البرايس. انا كده خلصت الاوبشن وطلعت بره جمله وايل، خلاص مليت الاوبشنز بتاعه السيلكت، مليت كل الاوبشنز بتاعه السيلكت. فاضل لي خطوه مهمه جدا، ان انا بقى اروح اقفل السيلكت. اروح اقفل السيلكت عن طريق ايه؟ عن طريق برده ايكو جديده بس بره الوايل، بره الوايل، لان لو اشتغلت جوه الوايل هيعمل لي كذا سيلكت، فهيجيب لي كذا سيلكت تحت بعض، انا عايز سيلكت واحده جواها اوبشن. فهمتوا الفرق؟ يبقى علشان كده هعمل الكلام ده بره الوايل. هروح اقفل السيلكت بتاعتي، تمام، هروح اقفل السيلكت بتاعتي. وما تنساش كمان تقفل الايه الفورم. انا كده خلصت الكود بتاعي، اروح اعمل كنترول اس واقول له عايز اللوكال هوست. زي ما انتم شايفين جاب لي البيانات، بس في حاجه غلط، جاب لي 70 و100 بس ما جابليش الايه
التايتل، اكيد انا كاتب حاجه غلط. بص التايتل كتبها ازاي، تي اي تي ال اي. على فكره كويس ان حصل الخطا ده علشان خاطر نركز واحنا شغالين في السبيلنج بالذات بتاع الايه الفاريبلز. هروح اشوف الشغل بتاعي، فعلا جاب لي الكتب بتاعتي اللي هو البي اتش بي فور ديفلوبرز والبي اتش بي ان 30 دايز، وكل واحد وجنبه السعر بتاعه زي ما انتم شايفين عامل علامه اكبر منه وعلامه يساوي. وبكده يكون انتهى درسنا النهارده، ان شاء الله نستكمل مع بعض المحاضره.